بيكون في الحلقة رقم 29 من السلسلة التعليمية لأعمال ميكانيكية داخل المطابخ. النهاردة هنتكلم عن ملاحظات على أحمال تكييف الهواء داخل المطبخ. طبعا إحنا بعد ما عملنا الأحمال الحرارية لابد إن إحنا نحط فيها كمية الهواء، الفرق ما بين سحب المدخنة والتعويض بتاعها. لقينا إن في كل واحدة في كان عندي 1500 لتر بالسكند، يعني أنا في عندي 4500 لتر بالسكند كمية هواء فرق بين السحب وبين التغذية. الـ4500 دول هيجوا من فين؟ هيجوا من الهواء الخارجي عبر الأبواب، فهيجوا من الهواء الخارجي عبر الأبواب عن طريق المسار ده وعن طريق المسار ده. فلو قلنا إن فيه المكنة بتاع تكييف الهواء اللي موجودة بتغذي المنطقة ديت، فهيكون نصيبها النص، يعني هيبقى في عندي 2225 من الهواء المتسرب من الخارج إلى الداخل. طيب دوت هنقدر إن إحنا نحط مدخلات في أحمال التكييف إزاي؟ يعني لو رحنا للسبيسز هلاقي طبعا في عندي اللي هو المدخل بتاع المطبخ، فعندي المدخل بتاع المطبخ اللي هو ده، هلاقي إن إحنا في عندي انفلتريشن. انفلتريشن بيتكلم على كمية الهواء المتسرب من الخارج إلى الداخل، فلابد إن إحنا نحط فيها الكمية ديت من الهواء اللي هو نص الـ 4500 اللي هو 2250. أوكي، طيب لما نيجي بقى نبتدي إن إحنا نشوف الأحمال الحرارية على الثلاث مناطق دول، إحنا ربطناهم بالمكنة بتاعت الإير هاندلينج يونت بتاعت الريسيفنج أريا. لما ندخل عليها فهنلاقي إن إحنا في عندي في المنطقة السايزنج داتا، هنلاقي في طبعا هنعملها يوزر ديفايند وهنقول ليه دلوقتي. هنلاقي إن إحنا في عندي في السيستم سايزنج وبرضو عامل تشيك على اليوزر ديفايند، حطينا كمية الهواء بتاعت الفريش اللي مسحوبة من المكنة اللي هي 2000 اللي هي 210 اللي هي بتمثل 2 اير تشينج. ديت حاجة. الحاجة التانية لو دخلنا في الزون سيستم داتا لابد ان احنا نحط الرقم ده اللي هو 2910. الرقم دوت جه من فين؟ الرقم دوت جه لما نيجي نعمل سيليكشن للمكنة. طب هنعمل سيليكشن للمكنة ازاي؟ تعالوا نشوف. يعني احنا لما نيجي نشوف الريبورت ريفيو هنلاقي طبعا زي ما احنا شايفين كده اللي هي 210 اللي احنا حطيناها اللي هي تناظر 2 اير تشينج اللي هي الفريش اير اللي بتسحبه المكنه، هي الرقم اللي كنا لسه حاطينه من شويه. بعد كده هنلاقي ان احنا في عندنا التوتال كويل لود دوت 51.2 كيلو وات. طبعا في الباكج يونت هو طبعا عارفين ماس برودكشن، فالمكنة اللي بتحقق الحمل ده ليها كمية هواء محددة. يعني لو احنا شفنا 51.2 كيلو وات حققها اني مكنة، فلو رحنا قلنا يعني عايزين احنا نحط مكنة ونشوف الداتا بتاعتها، هنلاقي المكنة اللي هي 15 ديت اللود بتاعها 14.6، طبعا ما ينفعش تتحط. هنشوف اللي بعدها، هنشوف اللي بعدها لغاية لما نوصل لل 55 هنلاقي انها بتديني 93.9. طيب واحنا عندنا 51، فاذا المكنة دي بتحقق اللود. طب المكنة دي بتدي كمية هواء قد ايه؟ المكنة دي بتدي كمية هواء 2910. عشان كده احنا جينا في الحمل الحراري رحنا حاطين في الحمل الحراري كمية الهواء اللي طالعة من المكنة في السايزنج داتا، لما ندخل على الزون حطينا 2910. اوكي، فبالتالي لما اجي بقى اشوف الحمل الحراري تاني اللي طالع على الريبورت هلاقي ان هو كان اداني 3000
63. طب ال 3063 ليه مش 2910؟ لان احنا قلنا ان في ليكج في الدات مقداره 5%. فبالتالي يبقى كده الداتا اصبحت متوافقه مع بعض، سواء الداتا اللي طالعه من الحمل الحراري او المرتبطه باختيار المكن. يبقى كميه الهواء متحققه، عندي اللود متحقق، وطبعا لما نيجي هنيجي نوصف المكنه هنبتدي نقول له الانترنج والاوت. شايفين الاوت بقى اصبح 16 و3 من 10 درجه الحراره، ما احنا حاطينه 12. ليه؟ لان احنا قلنا له يوزر ديفاين. لو كنا قلنا له كمبيوتر جنريتد كان هيطلع لي دوت 12 وهيطلع لي كميه الهواء اقل من دي بكتير. يبقى صحيح المكنه هتحقق اللود لو احنا اخترناها اللي هي المكنه ال 50 هتحقق اللود، انما هيبقى كميه الهواء اللي خارجه منها هتبقى اقل بكتير من اللي طلع من المكنه، فالداتا مش هتبقى consistent مع بعض. فلذلك لازم ناخد في الاعتبار الملاحظه ديت.